إذا نأخذ الآن هلا هون نبدأ نتطلع رح كبستنا على الكبسة اللي أخذتني على السيميرينج الكل بعرف يوصلها شايف مش الكل بعرف يوصلها هي الكبسة هاي نكبس فيها على الآيكون اللي موجود هون الآيكون هذا اللي موجود هون بأخذنا على السيميرينج هلا رح تلاحظ لما تروح على السيميرينج بتلاقي فيه عدد هائل هون من التول بوكسز هلا التول بوكس الأساسية هي التول بوكس تبعت السيميرينج نفسه السيميرينج بركز على سيجنالز كيف بعمل لسيجنال ادينج سبتراكتينج بعملها ديسبلاي فيها سكوب فيها سورس وهدول تذكر انهم كلهم سيجنالز مش فولتجز يعني لما بنكبس احنا على السيميرينج من هون هدول التولز كلهم لما بقول سينك لما بقول سورس لما بقول مثلا ديسكريت كونتينيوس ديسكونتينيوس ترانسفير فانكشن هدول كلهم سيجنالز مش فولتجز ولا كرنتس اذا بنشتغل على فولتجز او كرنتس ناخذ السيم باور سيستمز سيم باور سيستمز ميزته انه تول بوكس مناسب لكل الباور والباور الكترونيك والماشين ابلكيشنز اذا بنروح هون على سيم باور سيستمز بتلاحظوا انها كلمه واحده من ثلاث اجزاء كابيتال اس كابيتال بي كابيتال اس سيم باور سيستمز السيم باور سيستمز فيها ماشينز الكتريكال ماشينز فيها باور الكترونيكس فيها الكتريكال سورسز فيها كمان تولز اقدر اقيس فيها الار ام اس واقيس فيها الافريج واقيس فيها الفوريير فوريير سيريز فكان نطبق فيها اشياء كثيره من هون هي فيها باور الكترونكس ميجرمنتس هلا رح نعمله بهاي الكيس ستدي اللي هي كيس ستدي رح اسميها بي از ابوست تو كيس ستدي اي اللي هي كانت دي سي موتور مع كنترول ريكتيفاير هون رح يكون في عندنا رح نحط اي سي اندكشن موتور رح نشغله رح ناخذ منه سرعه رح نشوف سرعته قديش بتطلع ونقارنها بالسينكرونس سبيد والسليب الاشياء حكينا عنها بالسليب متذكرين وبعدين حسب ما بنتطور في الكيس ستدي بدنا نحاول نركب عليه فيريبل فريكونسي درايف بحيث انه نغير السرعه تبعته ونقيس التورك تبعه ونطلع على اشياء كثيره نعم بس احنا بنركبه بدون ما نحط شغلات باور الكترونكس في البدايه رح نشغله بدون باور الكترونكس صحيح بعدين رح نركب له انفرتر اذا انتم بتذكروا في الباور الكترونكس اخذتوا عندنا انفرتر الانفرتر بتعطيني اي سي سيجنال هلا رح نشوف التطبيق العملي لهي الاي سي سيجنال رح نشغل فيه هذا الاندكشن موتور اذا في البدايه رح نبدا خليني اخذ هون الكتريكال سورسز هلا بدي اعمل 3 فيز هلا في 1 سنجل فيز 3 فيز سورس بس انا حربني رح ابني 3 سورسز هلا بنبدا فايل جديد والفايل راح يكون ايش الاكستنشن تبعته بالسنجل لينك او بالسيم باور سيستمز ام دي ال اللي هي من موديل راح نضيف هلا اي سي فولتج سورس راح نضيف 3 اي سي فولتج سورسز هلا زي ما حكيت في 3 فيز بروجرامبل بس انا راح اخذ 3 سنجل فيز سورسز فراح نضيف الاول راح ناخذ اول واحد هلا بدنا نشوف هلا اظن انه الفولتج عندنا 400 فولت كان 400 فولت هلا بس نضيف المحرك بظبطه اذا بتطلعوا على هذا الاي سي فولتج سورس الان راح تلاقوا انه انا بحط هون الامبليتيود مش الار ام اس ايش العلاقه بين الار ام اس وال الاثنين فعندي اذا عندي ساينوسويدال ويف فورم تقدر تفرجي فروم فيرست برنسبلز ترجع فروم فيرست برنسبلز تفرجي اذا هذه في بيك في لها ار ام اس فاليو قديش الافرج تبع هذا الاي سي؟ زيرو باي ديفينيشن مش هيك؟ هي اي سي لانه الافرج للسيجنال اوفر 360 او 2 باي راديانز لازم يكون زيرو فهذه ما فيها دي سي كومبوننت فيها اي سي كومبوننت ولذلك ما في لها معنى اني احكي عن في افرج فعندنا هون في ار ام اس بيساوي في بيك على جذر الاثنين اوكي ماشي؟ اذا هلا هون رح اظن انا بحط رح نحطهم احنا 400 فولت خلينا نشوف لو انا بدي 400 فولت عفوا اذا بدي 400 فولت لاين فولتج نذكر حالنا بالفولتجز من هون اذا عندي 3 فيز سورس 3 فيز سورس عندي هاي في ار في اس في تي مين ليدنج باي ديفينيشن يعني هيك الاصطلاح اللي احنا اصطلحنا عليه اذا برسمهم الان كفيزرز ايش السرعه اللي عم بلفوا عليها؟ اوميجا 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 ايش وحده اوميجا؟ راد بير سكند هذه وحدتهم وحده وهدول فيزرز باي ديفينيشن هم فيزرز والطول تبعه هلا اظن انه الاصطلاح عاده بناخذه هو الار ام اس بس ما بتاثرش هلا هدول عمالهم بلفوا بهذا الاتجاه والاصطلاح كمان كاونتر كلوك وايز ما في مشكله بدك تعتبره كلوك وايز بس احنا بناخذ الاصطلاح انه كاونتر كلوك وايز فلو انا عم براقب من هون مين بشوف بالاول؟ بشوف في ار بالاول بعدين بشوف في اس بعدين بشوف في تي ففي ار ليدنج في اس وفي
في اس ليدنج في تي وفي تي ليدنج في ار على 120 ديجريز وهاي 120 درجه هي ما بين الساين ويف والساين لانه هذه احنا رسمناها كفيزر لكن هي فعليا في الواقع ايش هي بالتايم دومين؟ السيجنال عادي بس شفت الانتايم شو شكل هالسيجنال؟ ساينوسويد اذا في شيفت ان تايم 120 درجه بين هذه وهاي وهذول لهم نفس الفريكونسي ولا ما راح يلفوا مع بعض مضبوط؟ لازم يكونوا نفس الفريكونسي الفريكونسي تبعتهم اوميجا راديانس بير سكند هلا لو انا عندي انا اظن بدي 400 فولت لاين فولتج اذا بدي اجيب 400 فولت لاين فولتج قديش بده يكون الفيز فولتج ايش العلاقه هون هاي طبعا ستار كونكتد لود جذر الثلاثه فبصير عندي هلا في فيز تساوي في لاين على جذر الثلاثه فبدي اقسم 400 انا عارف انه المحرك اللي راح احطه كمان شوي هو 400 فولت لاين فولتج فراح اقسم 400 على جذر الثلاثه والله حد يقسم لنا اياها فبتطلع لنا 200 وقديش؟ 230 فولت والله تاكد منها بالضبط 230.9 اوكي اذا هذه عندي هون هذا وطبعا هذا هون عندي ار ام اس فولتج بس انا هون ايش بدي احط؟ في اذا احنا هلا هون في فيز هذه في فيز ار ام اس هذه في فيز بيك بدها تساوي 230.9 في جذر الاثنين قديش بتعطينا كبيك فولتج؟ 326 اوكي اذا 326 فولت هي البيك تبعت الساين تبع هذا السورس 326 لاحظ اللي راح يطلع من هذا السورس سيجنال ولا فولتج؟ فولتج ما بصير الخبط بين السيجنال والفولتج، إذا بدي أحول من سيجنال من فولتج لسيجنال بدي فولت ميتر. أوكي؟ وإذا بدي أحول من كرنت بدي لسيجنال بدي أم ميتر، أوكي؟ فبدنا نحط أم ميتر، والفولتج له تو تيرمينالز، بس السيجنال هي 1 تيرمينال بتيجيك السيجنال، بس الفولتج له تو تيرمينالز، إذا عندنا هون هاي 326 فولت، راح أحط أنا الفيز هلا إن ديجريز زيرو، بعدين الإس راح أخره 120 درجة، والتي راح أخره 240 درجه الفريكونسي بدنا اياها 50 هرتز 50 هرتز هون ما مهتمش كثير هلا بالسامبل تايم اذا هي صار عندي فولتج سورس وعشان اكون واضح راح اسميه في ار اوكي هي هذا هون عندي في ار هلا راح انسخه دكتور في يعني علاقه مثلا انه الفريكونسي 50 مثلا احسن من 60 او 60 احسن من 50 لا لا هذا بس هيستوريكلي كله تاريخيا هيستوريكلي تو هلا مثلا الفريكونسي بتاثر على الالكتروكيوشن تبعت الانسان في ناس بيقول انه الفريكونسي الاعلى رح تلاقي امبيدنس اعلى بجسم الانسان او انه الدي سي اقل فامبيدنس اقل بس يعني ما في شيء واضح هذا انه قصدك انه احسن للمحرك او شيء زي هيك رح يعطيك سينكرونس سبيد مختلف متذكرين السينكرونس سبيد؟ طيب ننسخ هلا هذا لا لا احنا بس لانه شغلنا احنا 50 هرتز هذا لانه امريكا مستعمل 60 وين عندنا 60 هرتز؟ السعوديه اظن نورث امريكا السعوديه يمكن في بعض البلاد الثانيه بتستخدم 60 هرتز ما بأثرش كثير يعني حتى معظم الاجهزه كومباتبل بس بدك تنتبه بالسينكرونس فريكونسي السينكرونس سبيد تبعت الاندكشن موت رح تتاثر طبعا رح تصير 1800 بدل 1500 او 3600 بدل 3000 إذا خلينا نعمل بيست نعمل كوبي نعمل اون بيست هلا هذا راح اسميه في اس وايش بدنا نعمل التغيير الوحيد فيه؟ راح اخره ناقص 120 الاحسن انك تتبع هذا لانه اذا اتبعت هذا الاتباع الصحيح معناها السبيد راح تكون بوزيتيف تبعت المحرك هذا الاصطلاح فاهمين احنا في عندنا شيء اسمه ايش؟ كونفنشن ايش كونفنشن معناها؟ convention انه R leading S و S leading T هلا بدك تروح على عالم ثاني S lagging S leading R بصير بس رح يختلف كل شيء هون فاذا احنا بنشتغل بهذا اذا بنشتغل بهذا الاسلوب S lagging R و T lagging S و R lagging T رح يكون عندي لما بس بركبهم على المحرك رح يعطوني positive speed والا رح يلف المحرك بعكس الاتجاه هذا بالنسبه للناقص 120 ناخذ كمان واحد نعمله ناقص 240 فهي عندي كوبي وهي بيست وهذا راح يصير في تي هذول الثلاثه انا راح احطهم ستار كونكشن هلا ممكن السورس يكون دلتا كونكشن
مع انه السيم باور سيستمز ما بحب دلتا كونكتد سورسز. في ما بعرف ما خلص برضاش ما برضى انك تحط دلتا كونكتد سورس لسبب معين. ممكن في سيركليتنج كارنت غيرناش الفيز. عفوا. فهون عندي هذا لازم يصير ناقص 240 ديجري ولسه 50 هرتز. هلا هذول الثلاثه الان بنقدر نشبكهم مع بعض. اوكي وبعدين هي مشبوك اخر واحد هون. هي صارت عندي ستار بوينت. ما راح اعمل شيء بالستار بوينت. راح اتركها. كثير احيانا شركه الكهرباء لما توصل لك المحرك لهذا مش شرط انها توصل لك الستار بوينت تبعت ال راح يعطيك 3 من هذول. اذا هذول صار عندي هلا ثلاثه واضح انه واحد منهم ليدنج الثاني في اس وفي ار وفي تي. هلا عندنا الخطوه اللي بعدها خلينا ناخذ من المحرك. راح ناخذ هلا ماشينز. هلا عندي هون في عندنا بي يو. البير يونت انا ما راح استعمله. في تعبير بير يونت مش راح استعمله. راح اركز الان على الاس اي. راح اخذ اي سينكرونس. ليش سميناه اي سينكرونس؟ سليب. تمام. اذا الاختلاف الاساسي بين الاي سينكرونس وفي عندنا سينكرونس ماشين. مش هيك؟ سينكرونس ماشين من هون. ولاحظوا كمان سميناها ماشين. ليش؟ ممكن تكون جنريتر. احسنت. عندنا اذا هاي اسينكرونس ماشين اس اي يونتس وراح احطها اد تو انتايتلد. اوكي طيب هلا نتطلع عليها. اول شيء بتطلعوا عليها، اول شيء ايش بنلاحظ على هاي المشين؟ اول شيء بنشوفه ايش بتلاحظوا عليها؟ في ستاتر. في طالع شيء من الروتر. ايش هذا المحرك اللي طالع منه تيرمينال من الروتر؟ اي سي وند. تمام ايوه وند روتر اندكشن موتور. اوكي فالسكويرل كيج اندكشن. فالاندكشن موتورز بشكل عام في منهم نوعين. في نوع سكويرل كيج اندكشن موتور سكيم وفي عندنا واوند روتر اندكشن موتور. السكويرل كيج اندكشن موتور ايش بيكون الروتر باي ديفينيشن من اسمه؟ هو عباره عن سكويرل كيج. خلص محرك عندي هون قطع معدنيه من كوندكتنج ماتيريال الومنيوم او كوبر ومحطوط عليهم حلقتين زي تشبه الى حد ما ايش هي؟ من وين الاسم اصلا اجى؟ السنجاب. القفص السنجاب. لكن في الواوند روتر اندكشن موتور. واوند يعني الف بعمل لفات. واوند روتر. فالروتر تبع الاندكشن موتور الواوند روتر اندكشن موتور هو عباره عن روتر ملفوف عليه اسلاك وطالع منه 3 تيرمينالز. السبب ليش بنعمل هيك؟ ليش كنا نعمل هيك؟ او ليش بنستعمل الواوند روتر اندكشن موتور؟ ليش بنطلع هذول الاطراف تبعت الروتر؟ عشان ايش اغير؟ ستارتنج تمام صغير ستارتنج تور. كيف؟ ايش بعمل؟ ريزيستنس. اذا بغير الريزيستنس تبعت الروتر. احد الطرق القديمه بطلت مستعمله قليل جدا استعمالها الان. هلا موجود في الويند جنريشن. في الويند جنريشن رجعوا يستعملوا واوند روتر اندكشن موتور بسموه دبل فيد. بستخدم بطلع التيرمينالز تبعت الروتر عشان اقدر اغير الريزيستنس تبعت الروتر. اذا بدي اغير الريزيستنس تبعت الروتر بقدر اخلي الريزيستنس عاليه في البدايه عشان يكون ستارتنج تورك عالي وبس المحرك تزيد سرعته يوصل. هاي شو بعمل بالريزيستنس هاي؟ بنزلها عشان الافشنسي تكون عاليه. انا عندي الريزيستنس تبعت الروتر اذا كانت عاليه بتعطيني هاي ستارتنج تورك بس الافشنسي تكون ضعيفه ات رننج سبيد. واذا كانت منخفضه بتعطيني لو ستارتنج تورك بس تعطيني جود افشنسي ات رننج. والواند روتر اندكشن موتور ايش بقدر اعمل؟ بغير الكاركترستكس تبعت المحرك. اول ما يبدا ايش بعمل بالريزيستنس هاي؟ بخليها عاليه فبعطيني جود ستارتنج تورك. بعدين بس يعمل ستارتنج في النهايه بنزل قيمه الريزيستنس. احنا بشكل عام ما رح نركز كثير على رح نترك الواند روتر غير انه هو موجود الان يباع جنرال الكتريك في لهم ببيعوا هاي. رح نركز بشكل اساسي على السكوري كيج اندكشن موتورز. اول شيء راح اعمله الان ايش راح اغير بهذا المحرك؟ راح ناخذ راح اغير هون من واوند هي الروتر تايب من واوند الى سكوري كيج. هي اول شغله عملناها حولنا هذا. فالمفروض يضل عندي هلا الان 3 تيرمز اللي هم طالعين من مين؟ ما في على فكره الكتريكال كونكشن. بقدرش اوصل للروتر في السكوري كيج اندكشن موتور. هو يعني معزول تماما مضبوط مغلق تماما. في كرنتس بتمشي في الروتر في السكوري كيج اندكشن موتور. في كرنتس بتمشي مش هيك؟ ولولا مشيت كرنتس ايش ما بصير عندي ايش؟ مش عندي تورك. ما بصير في تورك. لازم يصير في كرنتس عندي في الروتر. في كرنتس وهو شورت سيركت بالحلقتين اللي موجوده. اذا عندنا الان هي 3 فيزز اللي هون. هلا راح تلاحظوا في سهم داخل في سهم طالع. هلا الاندكشن موتور موديل اللي موجود هون بعطيني تو اوبشنز.
ممكن انه يكون الانبوت لهذا المحرك انا احدد له التورك وهو يعطيني السبيد اللي ناتجه، او ممكن انا احدد له السبيد اللي هو عم بيمشي عليه وهو يعطيني، بس ما بقدر احدد الاثنين مع بعض. اوكي ماشي، اطلعوا هلا تذكروا سبيد تورك كيرف رسمناه، رسمنا سبيد تورك كيرف من هون، هذا بلين مظبوط. البلين هذا اللي موجود هون ايش الاحداثيات تبعته؟ ايش الاحداثيات اللي هون؟ سبيد وهذا تور. هلا انا ما بقدر احدد النقطه اللي بدي اياها الا اذا ما بتقع على الكيرف، مظبوط مش هذا الكيرف. فلو اجيت انا قلت بدي السرعه تكون هيك، ايش هو اوتوماتيكيا برجع لي؟ بقول لي بقول لي هي التورك. او اذا اجيت قلت له هي التورك اللي انا بدي اياه ايش بده يعطيني؟ سبيد. طبعا هاي انستيبل، رح نحكي عن الستابيليتي بعدين. اوكي ماشي، اذا انا ما بقدر احدد الاثنين، بقدرش احدد الاثنين مع بعض، بدي احدد وحده هو يعطيني ثاني. هلا احنا رح نشتغل عليها هون في الموديل في البدايه، رح انا احدد له اللود التورك اللي مركب عليه. فهذا التورك في هاي الحاله رح يكون هو التورك اللي انا حاطه على هذا المحرك، بعدين رح نغير رح نشوف ليش بنغير بالها. فاحنا الان رح نقول انه عندي هذا المحرك، هاي سكرو كيج اندكشن موتور، ننسى الجير بوكس، هلا ننسى الجير بوكس للحظه، انا رح اركب عليه لود، ففي تورك من لود جاء، وانسى الانيرشا هلا للحظه اللي اخذناها، انا رح احط عليه لود، يعني في هون لود معين بده يشتغل عليه، انا رح احدد هذا اللود باني ادخل له تورك. هلا نتذكر العلاقات الاساسيه تبعتنا تبعت المحرك، ايش الانبوت باور؟ الباور انبوت للاندكشن موتور، سكورل كيج اندكشن موتور 3 فيز، جذر 3 في في لاين اي لاين كوساين اي، ممكن كمان اذا بدك تقول هي في فيز اي فيز كوساين اي. وعلى فكره هاي الفاي اللي هون هي الزاويه ما بين في فيز واي فيز، هاي نقطة مهمة. الفاي اللي هون هي فاي ما بين في فيز واي فيز. اوكي ماشي واضح الهاي، هي عندي هون هذه بالنسبة للانبوت الكتريكال باور، ايش الاوتبوت ميكانيكال باور من المحرك؟ تورك ولازم اوميجا تكون راديانس بير سكند عشان تكون هاي المعادلة دايمنشنال صحيحة. هاي المعادلة دايمنشنال صحيحة لأنه كوساين فاي ايش وحدتها؟ دايمنشنلس، فصار عندي فولتج كرنت تعطيني فولتس من هون، والافشنسي تبعت هذا المحرك انها تساوي بي اوت على بي. اوكي طيب خلينا هلا نطلع، هلا ممكن احنا نعمل شيء بسيط في البدايه، نبدا هيك شغله بسيطه بس حتى نحس حالنا انه احد الاشياء احيانا ما تضلك تشتغل 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 لا توصل النهايه وبعدين ما يشتغلش معك، مظبوط؟ بتتحطم معنوياتك مش هيك وبتنهار، مظبوط يا زيد؟ ايش الاحسن واحد يعمل؟ اعمل شغله بسيطه، اشبك هذا المحرك الثلاثه هذول اشبكهم الثلاثه وحط عليه تورك وشوف ايش بيطلع معك، بديت انك تحسيت انه انت عندك شيء صحيح، في شيء صح، مظبوط اللي عملته شيء بسيط جدا. بس هذا اتس ا نايس ستيب انها بتبني الثقه تبعتك. احنا راح نعمل راح ناخذ شيء بسيط جدا، خلينا اول شيء بس اختار حجم المحرك، فراح اخذ محرك بسيط جدا الان. هلا في عندنا شيء اسمه بري سيت مودلز، بري سيت يعني هلا قوه اي سوفت وير انه ايش يعمل؟ بعطيك اوبشنز بعطيك خيارات، مش هيك؟ افشل سوفت وير ايش؟ السوفت وير اللي ايش؟ اللي بقول لك اعطيني هذا الرقم واعطيني هذا الرقم واعطيني هذا، لا الرقم اللي اعطيتني اياه غلط، لا اعطيني الرقم غيره، تذهب الاخر وتترك السوفت وير، السوفت وير الجاي شو بيعمل؟ بعطيك اوبشنز، بعطيك اوبشنز وبعطيك ديفولتس. فهذا في هي مجموعه محركات مكتب، هو جايب مجموعه محركات وعاملها، طبعا رح تلاحظوا انه الباور ريتنج تبعت معظمها الهورس باور لانه اصوله امريكيه، لكن في عندنا هون مثلا معطيني 4 كيلو وات، رح اخذ انا ال 4 كيلو وات، محرك ال 4 كيلو وات اللي هو بيعادل 5.4 بايش بضرب حتى احول بين الاثنين؟ 0.746 رح يعطيني 4 كيلو وات او 4000 وات. الفولتج هي مظبوط الفولتج اللي احنا حسبناه 400 فولت، بس 400 فولت ايش لازم يكون ستاندرد؟ اذا ما حكى لك اي شيء، ما هو 3 فيز لازم يكون لاين، ما راح يعطيك 3 فيز ويقول لك فيز فولتج، اذا راح اختار هذا. طيب بتلاحظوا ايش بتلاحظوا على السرعه تبعته اللي حاططها هون؟ 1400. طيب ليش هو 1430 مش ستاندرد سبيد؟ ليش معطيني؟ هاي اسينكرونس سبيد، يعني كانه بقول لي انه حط يعطيني الريتنج تورك تبعه، ما راح يكون ماشي على 1500، راح يكون ماشي على 1430 ار بي ام، بقدر احسب من ايش الهاي منها مباشره. السليب السليب بالار بي ام قديش؟ متوقع احتمال كبير بدون ما احسب حتى اي حسابات، ايش السنكرونس سبيد تبعته؟ 1500. لو كانت 60 هرتز ايش راح يكون؟ 1800، بس احنا عارفين هون 1500. اذا خلينا نعمل بعض حسابات الان، نطلع نحسب السليب
إذا هذا عندي 1430 RPM. هلا متوقع إنه هذا يكون الـ NSYNC. إيش قلنا المعادلة تبعتها NSYNC؟ 120 في F على P. إذا بدون ما حتى أطلع هناك أنا بقدر أتنبأ إنه P راح يكون كم بول؟ وفور أربعة بولز بير فيز. أربعة بولز بير فيز مظبوط، هو 3 فيز بس هو أربعة بولز بير فيز، وهي راح تعطيني 1500. وين البولز؟ ذاكرهم هون؟ مش ذاكرهم، بكون ذاكرهم يمكن هلا بالبارامترز، لما ندخل البارامترز نطلع نتأكد منها. إذا هذه إيش وحدتها؟ RPM. وبعدين عندي السبيد هون الأسينكرونس سبيد. طب ليش اختار ال 1430؟ ليش ما كانش رقم ثاني؟ إيش أهمية ال 1430؟ ليش هاي مهم الرقم هذا؟ لأنه هي اللي بدي أشوفها. أشوف إيش أنت؟ إيش حيلك تمشي عليها؟ تمشي عليها إيش؟ لما يعطيني الريتد تورك. لما يعطيني الريتد تورك تبعه، إذا هذا لو كان السبيد تورك كيرف تبعه هيك، هاي النقطة المهمة، لأنه عند هاي النقطة رح يعطيني تي ريتد، وهاي النقطة هون هي 1430، وراح تلاحظ إنه هذه هون هي 1500، على فكرة السليب هون رح يكون زيرو. والسليب هون رح يكون واحد مظبوط، وهون رح يكون رقم صغير جدا اللي هو 770 على 1500 مظبوط. اذا السليب شو بيساوي؟ السليب بيساوي 70 على 1500. حد يحسب لنا الرقم هذا اللي هو تقريبا بيطلع 750 تقريبا بيطلع ايش 2%. قديش هو 4.6% هلا كقاعدة عامة، كل ما زاد الريتد سليب، هذا ريتد سليب لو أنا بدي أكون دقيق، هو ريتد سليب يعني هو السليب اللي عنده إيش بعطيني الريتد تورك، فهذا هو الريتد سبيد. الريتد سبيد ممكن أعبر عنها بسليب، أقول إنه هو ترانز ات 4.6% سليب لما يكون يعطيني الريتد تورك. السليب عادة بيمثل الإفشنسي، كل ما كان السليب أصغر بتكون الإفشنسي تبعت السيستم أعلى، لأنه 1 ماينس إس وإس تذكر انه الاير جاب باور بتتحلل لقسمين، واحد ماينس اس بعطيني يوسفول ورك، واس بروح لوسز، لوسز في الروتر اللي هي الروتر لوسز. اذا هي صار عندنا هذا 4.6 وعرفنا، خلينا نحول هاي لاوميجا لان رح نحتاجها كمان شوي. اذا خلينا نحول 1430 لاوميجا. اذا رح اثبت هلا هذا 4.6% سليب، كان عندي هاي هون وسليب، الريتد سليب بيساوي 4.6%. خلينا نطلع اوميجا اي سينك اللي عندها بعطيني الريتد تورك، راح تكون 1430 على 60 2 باي. قديش تعطيني راديانز بير سكند؟ 149.7 راديانز بير سكند. اذا هذا الريتد. طيب هلا شو بنتوقع لو انا شغلت هذا المحرك وحطيت عليه فيري زيرو لود، ما حطيتش عليه لود بالمره، ايش السرعه اللي متوقع اللي يمشي عليها؟ تقريبا السينكرونس سبيد. ليش ما بمشيش بالضبط على السينكرونس سبيد؟ لانه لو سينكرونس ما رح يضل في لوسز خفيفه جدا، الا يكون في شويه لوسز، في شويه فريكشن. هلا بتشوفوا في فيسكس فريكشن على فكره، اخذتوا فيسكس فريكشن. اذا احنا هلا رح نلاحظ هون انه هو بيمشي على 1430 اذا حطيت عليه الريتد تورك. طب قديش بتوقع الريتد تورك؟ كيف ممكن نحسبه؟ كيف ممكن احسب الريتد تورك لهذا المحرك؟ الباور كيف بعمل؟ اوميجا اوكي، وايش كمان؟ باور. اذا عندي انا هي المعادله، هيها ميكانيكال باور، الاوتبوت ميكانيكال باور، اذا اهملت الويندج والفريكشن نهمل الويندج والفريكشن، هذا راح يساوي عندي ريز التورك راح احط تحته ار وعندي اوميجا. اوميجا هيها 149، فهاي بتساوي تي ار في 140 49.7، والباور احنا ماخذينها قديش؟ هي نومينالي 4 كيلو، وطرح نحطها انا 4000 حتى تكون اليونت الصحيحة، مش هيك؟ هيك اليونت عندي صحيحة، نيوتن متر راديان بير سكند كيلو وات أو وات، أوكي؟ إذا قديش طلعوا لنا قديش التورك بيطلع تبع هذا المحرك؟ إذا هون عندي بيطلع تي ريتد بيساوي 4000 على 149.7 نيوتن متر. قديش بيطلع معنا 4000 على 149.6 قديش؟ 26.7 نيوتن متر، مش تورك عالي على فكره هذا. بس كيف ممكن ارفعه لو بدي ارفعه بعدين؟ جير بوكس. مش بركب له جير بوكس برفعه بنزل السرعه، سرعته عاليه كمان، لاحظ سرعته عاليه 1400
1500 RPM في الدقيقة عم بلف 1500 لفة، اقسم 1500 على 60، اقسمين على 60 1500 بتطلع يمكن 25 RPS يعني بالثانية، وانت بتطلع عليه بالثانية مزبوط 25 عماله بلف 25 لفة بالثانية، هذا سريع؟ طب شوفوا لو انا حطيت جير بوكس شو بعمل الان؟ برفع التورك الضعيف هذا ونزل السرعة لشيء مناسب أكثر من هون، فعملت نوع من الناتشي. بس هلا ما راح نعمل جيرنج، هلا راح احط عليه انا تورك. خلينا في البداية نحط عليه تورك مثلا، خلينا نغير التورك ما بين 0 و 25 نيوتن متر. لاحظوا 26 مش هاي النقطة، مش هاي النقطة. هاي الماكسيموم، هاي الفول اوت. يعني انا ما المفروض اشغل عليها، انا ممكن اتحملها. إذا إجاني بفترة من فترات اوفرلود، شوية اوفرلود على المحرك بتحمل. ممكن يشتغل شوي هون، يشتغل شوي هون، يشتغل شوي هون. طبعاً إذا وصل هون راح يوقف. إذا زادت عن هون خلص راح يعمل بول اوت وراح يعمل ستولينج. لكن ما في مشكلة لو في عندي شوية اوفرلود، هذه قوة المحرك من هون. المحرك بتحمل. شو ببدأ يزيد في داخله؟ الحرارة، الحرارة هي المعيار. فلو أنا بديت أزيد عليه التورك، لو حملته زيادة شوي عن حمله، طبعاً مهم شرط إنه يكون ستارتد. لاحظوا ما بقدر يعمل ستارتنج على اعلى من هذا. اذا عندي 26.7. طيب خلينا نحط اذا احنا عليه تورك معين، راح احط عليه مثلا في البدايه مثلا 25 نيوتن متر. شوفوا شو راح اخذ، لاحظوا هذه سيجنال، هذه مش تورك، هذه سيجنال، سيجنال بتمثل التورك، لكن هذا لاحظوا اذا بتطلع عليه راح تشوف في مربع صغير، شايفين المربع الصغير هذا اللي هون؟ هذا هذا فولتج، هذا سيجنال وهذا سيجنال، يعني هون كانه عندي تورك ميتر. تورك ميتر بعطيني سيجنال، بقدر ادخلها على اوسيلوسكوب، بقدر اطرح من هالسيجنال. مين بيعمل لي كل الاشياء هاي؟ السيميولينك الاصلي، مش هيك؟ التول بوكس او البلوكس اللي كانوا موجودين بالسيميولينك الاصلي. فبنرجع على السيميولينك الاصلي، انا بدي كونستانت هلا، بس هو الكونستانت شو بيمثل هون؟ تورك. فبنروح على السورس مثلا وبناخذ كونستانت من هون وبنقول اد تو انتايتلد. هلا هون لو رجعنا هلا هذا وين راح؟ ما طافوا؟ حطوا وراه. طيب هذا رح نعمله هلا. شوف انت قلت براكتس ايش تعمل مباشره؟ سميه. فهذا رح نسميه لود تورك، وراح احطهم بين قوسين نيوتن متر. مش هذا قلت براكتس؟ رح نيجي نحط، رح نبدا هلا بتورك ريتد. وشو المفروض يصير هلا وانا بغير اللود على هذا المحرك؟ ايش المفروض يصير بسرعته؟ رح يصير احركه على هذا الخط. فانت اذا جيت على محرك وقسته ولقيت سرعته 1499 ما تستغرب. ايش معناها؟ ما فيش، انه التورك اللي عليه اللود اللي عليه ضعيف جدا. طب اذا بيمشي على اكثر من 1500 شو معناها؟ ما بيمشيش على جنريتر. اكثر يتحول لجنريتر، ممكن يتحول لجنريتر. مره واحد اتصل فيي قال لي انا بقيس عمالي 1550 في سفينه كان. طبعا هو مشغلينه كجنريتر، حاطين عليه ميكانيكال هذا وعم بيطلع، هو بيطلع فولتج. طيب اذا ناخذ هون هلا، خلينا 25 ناخذ هون 25، هي صار عندي هي التورك وهذا راح اشبكه. لاحظوا هذا بقدر اشبكه هون. حاول تشبكه هون ما راح يشبك معك. اذا حاول تشبك راح اقول لك في خطر معين ما في شيء، لكن سيجنال على سيجنال بقدر اشبكهم. هلا هاي ما هي مش تورك، هاي سيجنال تمثل التورك. كسيجنال انا اعطيته اياها. والان راح نعمل، راح نشبك هذا مع هذا، وهي الكونفنشن، تذكر الكونفنشن، حتى يلف هذا بالاتجاه الصحيح ويكون السبيد تبعته بوزيتيف، لازم اشبك اللي حطيته ليدنج مع A والثاني مع B والثالث مع C. اذا بدي اعكس اتجاه دوران هذا المحرك شو بعمل؟ اعكس اي اثنين منهم. اذا راح ناخذ الان فولتج مع B، فولتج مع سي، هيك احنا جاهزين نعمل رن مش هيك؟ لكن هلا هذا الاوتبوت عباره عن بس. الاوتبوت بس، مش شو يعني بس؟ يعني موجود في عدد من السيجنالز. خلينا نشوف اذا بنقدر نعملهم سيلكشن هلا، نشوف اذا بدنا نعمل ماكس دي ماكس، بدنا نعمل دي ماكس او بس سيلكتر اظن بنستخدم مرات. شوف اذا بدنا نستخدم بس سيلكتر. اذا عندي هون هلا كومنلي يوز سيجنالز، خليني احاول استخدم البس سيلكتر اشوف اذا بزبط معي. البس سيلكتر بالحاله هي احسن لانه هدول مسميين السيجنالز اظن. هلا نشوف نتاكد. هلا بعمل هيك وشوفوا شو بعمل الان، بعمل اظن هلا هيك. اكسبلور
مش سبيد واحدة ليش راح تكون أكثر؟ إيش هي عفوا؟ لا لا مش سبيد، هي إيش مكتوب عليها؟ إم فيها إلكترومغنتيك تورك وسبيد وروترز راح يعطيني أشياء كثيرة وكرنت. من هون تقدر تقرأ هي إم إم اختصار لإيش؟ ميجرمنت ميجرمنت. هلا خليني أتأكد بس أنا إنه عندي هاي الصحيحة. كان في طريقة أقدر أعمل فيها سلكشن للهذا، خلينا أتأكد منها مرة ثانية. بس سلكتر بارامترز مش هاي هي، هي أوكي، كنا بضل أنساها دائما. شوفوا إيش عم تعمل هاي، هذا لأنه بس ومسميين فيه الأسماء احسن مني احط دي مالتيبلكسر ايش بحط عليه بس سلكتر، والان بختار البارامترز اللي انا بدي اياهم. هذول مسميين البارامترز بداخله، في روتر ميجرمنتس، في ستيتر ميجرمنتس، وفي ميكانيكال، يعني شوف قد ايه عدد السيجنالز اللي موجوده في هذا الموديل. فاذا بتعمل هلا سلكت اكسباند على روتر ميجرمنت شو اعطاني؟ بعطيني الروتر كرنت اي والروتر كرنت بي والروتر كرنت سي، بعطيني ال في كمان الكيو دي موديل ما اخذناه احنا الكوادرتشر والدايركت موديل وفولتج، بقدر اخذ من ستيتر ميجرمنتس كمان ستيتر كرنت، فبقدر اخذ ستيتر كرنت A و B و C، وبعدين في عندنا الكيو والدي وستيتر فولتج. كل هدول اللي بدي اياه باخذه. ايش هم هدول بيمثلوا؟ هدول يعني هون هو اعطاني موديل، موديل تفصيلي للاندكشن موتور. هذا الموديل التفصيلي بامكاني اختار السيجنال اللي بدي اياها واقراها، كانه عندي ميجرمنت ديفايس تفصيليه. وبعدين الميكانيكال اللي هي بتهمنا اكثر شيء، ايش تتوقعوا فيها؟ فيها روتر سبيد، ميكانيكال سبيد، هذه مش الكتريكال. ليش بنقول ميكانيكال ومش الكتريكال؟ شو اللي بلف الكتريكال؟ ايش اللي سرعته بلف الكتريكال؟ الماجنتيك فلكس. على اي سرعه بلف؟ على السينكرونس سبيد. لكن الروتر هذا باي ديفينيشن هذا المحرك ايش اسمه؟ اي سينكرونس موتور. هذه راح تلف، والوحده ايش حاطينها هم؟ ار بي ام ولا اوميجا؟ انا مش شايف، مش مبينه. روتر سبيد، الكتروماجنتيك تورك. ليش قلنا الكتروماجنتيك تورك؟ هو الانديوست تورك، انديوست الكتروماجنتيك تورك، يعني سببه الكتروماجنتيك انترفيرنس. راح ينطرح منه شيء قبل ما اقدر استفيد منه اللي هو الويندج والفريكشن لوسز. وبعدين عندي هون روتر انجل، هاي الروتر انجل بتهمنا بعدين لما نحكي عن الفلوكس فيكتور كنترول. خلينا ناخذ هذا نختاره. اذا هاي سيلكت، راح اشيل هدول الثنتين شيل هون. اذا انا اخترت الروتر سبيد، وشوفوا هلا بس اعمل اختيار راح يسميها، راح يسمي السيجنال. وبدنا الالكتروماجنتيك تورك راح نختاره. وبعدين بدنا ناخذ ايش كمان كنا احنا محتاجين؟ خلص انا اكثر شيء بيهمني هلا الروتر سبيد والالكتروماجنتيك تورك. اوكي، احنا حددنا له اللود التورك، فالمفروض اللي يتغير يطلع معي هو السبيد. نعمل اوكي. صار عندي هلا هون طالع المفروض يكون هدول، هلا هدول اذا شبكتهم المفروض يطلع لهم اسماء. خلينا نشوف اذا بيطلع لهم اسم من هون. هي اوكي، عليه اسمه اوتوماتيكيا طلع عليه. فهذا بعطيني الالكتروماجنتيك تورك اللي طالع، التورك اللي انتجه المحرك والسبيد اللي ماشي عليها الروتر. وين بقدر احطهم الان هدول؟ احطهم على السكوب. اذا راح نجيب سكوب من سينكس، عندنا سكوب هلا يا بعملهم برد، بعملهم مالتيبلكسنج او بعمل هذا تو شانلز. راح اعمل تو شانلز. اذا راح نعمل نمبر اوف اكسيز 2، شابك اللي عم باخذ من هذا. ايش عامل كيف بلعب؟ شو بزبط وفوت معي من هون؟ هي هزبط. طيب هي هذا جاهز معي. اوكي، هي جاهز عندي هون. اذا هلا لما اشغل، طيب شو الانيشال سبيد تبعت المحرك؟ تقدر تحددها من البارامترز من هون. فبتقدر تقول احنا رح نفترض باي ديفولت شو بتتوقع رح تكون الانيشال سبيد؟
تكون زيرو. هلا هون اذا بتنزل انيشال كونديشنز حاطط هو واحد وكلهم زيرو. الانيشال كونديشن الوحيد اللي حاطه واحد هو السليب. فلما السليب يكون واحد يعني ايش تكون سرعته؟ زيرو. اوكي فراح يبدا فروم زيرو سبيد. بقيت الانيشال كونديشنز اشياء لها علاقه بالكرنتس وراح تطلع هون اذا بتطلع راح تلاقي هون ليش هدول مظللين؟ لان حطينا بريست موديل احنا اخترنا موديل فهذا مظلل بس بفرجيك قيمته بقول لك انه هذا 4000 وات 400 فولت لاين فولتج 50 هرتز هون حاطط الستيتر ريزيستنس والاندكتنس معطيني الروتر ريزيستنس هذول الموديل موديل تبع المحرك اه ميوتشوال اندكتنس معطيني اياه والانيرشا الانيرشا تبعت مين هاي؟ تبعت الروتر وحاطين فريكشن فريكشن هذا هون فيسكس فريكشن فريكشن فاكتور هو فيسكس فريكشن كيف بعرف انه فيسكس فريكشن اطلع على اليونتس مش هيك مش انتم بتحبوا دائما تتعاملوا مع اليونتس تتاكدوا من الاشياء صحيحه باليونتس راح تلاقي اليونتس تبعته هي فيسكس لانها مضروبه بسرعه هاي نيوتن متر سكند فهي نيوتن متر بير راديان بير سكند وعندنا اخر شيء انيشال كونديشنز وفي سيميليت ساتوريشن اذا بدنا نعمل كمان هاي بس راح ندخل بالتفاصيل بس هون انا بس حبيت افرجيكم هاي تعرفوا انه السرعه راح تبدا من زيرو جاهزين نعمل ران اه نسينا شغله ما حطيناش الجي يو اي اوكي لازم نحط حتى يعرف كيف يحل هذا عماله بحل بالنهايه هو معادله الديفرنشال ايكويشن بحلها حتى يعرف كيف يحلها لازم اعطيه الجي يو اي الجي يو اي الباور جي يو اي الباور جي يو اي بحدد كيف راح تنحل المعادلات وفي بارامترز كثيره ثانيه بحطها هذا بنجيبه من السيم باور سيستمز حطه كنت بتقدر تحطه كونتينوس بس تحطه ديسكريت زي ما بدك انا هلا راح اخذه زي ما هو احطه كونتينوس وبعدين بنشوف اذا احتجنا انه نغيره اذا بنرجع على السيم باور سيستمز واظن راح نروح على هاي الباور جي يو اي اه المفروض اقدر احطه ما بحتاجش اغير شيء في البدايه احطه هون وخلينا نعمل زوم يعني هون او دي اي اوردينير ديفرنشال ايكويشن اه طريقه الحل نعمل اوتو سكيل هون نعمل اوتو سكيل طيب نطلع اول شيء نشوف هي هذول كمان مسميين هي عند الروتر سبيد ايش بتلاحظوا بالروتر سبيد تلاحظوا هون نعمل زوم على اكس ايش هذا بوحي لكم اللي هون؟ في ترانزيت كان سكند لانه انا كان دخلت على الستيب على فكره بس هي طبعا مش لينير في هون نان لينيرتيز كثيره السرعه اللي ثبت عليها قديش؟ اذا بدنا نعرفها ممكن نعمل زوم بالواي او بتحط ديسبلاي متذكرين ديسبلاي تقدر تستعمل ديسبلاي هذا تقريبا عندي هون طيب السرعه قديش 100 وتقريبا 150 مش هيك اعلى من الرقم اللي احنا شفناه هون مزبوط بس مش اعلى بكثير لانه احنا حطينا اقل شوي من الريتد تورك حطينا 25 ما حطينا 26.7 هلا لو اخذنا مجموعه من القرارات كان برسم هذا الخط بشكل مستقيم